إن مصر بجيشها وشعبها يصيغون على مدار عقد كامل صيغة للمستقبل، منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين وواجهوا معاً قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقياً ليفيض على العالم بالسلام والمحبة. واجهنا الإرهاب والترويع، استعدنا بناء المؤسسات، واجهنا التحديات بالتنمية والبناء، وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة وباصطفافنا الوطني عاقدين العزم أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم. مصر بتدير سياستها بشكل يهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، لا نتطلع أبداً خارج حدودنا، يعني حدودنا اللي احنا موجودة منذ مئات وآلاف السنين لمصر هي الحدود القائمة، ولم يكن لمصر أبداً تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو في أرض أو في قدرات الآخرين. ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد ديت من كل شر وسوء. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم. محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم. اوعوا حد يفتنكم، كفاية خراب الدول الأخرى. قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية.